الآن إحنا في التسجيل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دائما في وركشوب سميناه RR وركشوب، الانستراكتور في الوركشوب الأستاذ أحمد سراج، أنا بأشرك. فالكورس ولا الوركشوب حيكون له جدول مثلا الأحد، وممكن الثلاثاء، يعني يومين في الأسبوع دائما. طبعا يعني نعتبر الأستاذ أحمد سراج في قاعة محاضرات أو مستضاف من شركة مكة سمارت، المدير العام اللي هو المهندس شريف هذا. طبعا أنا أحضر من وراء الكواليس، يعني يوم الأحد المهندس شريف يفتح الساعة 4 مساء بتوقيت مصر، ويكون في ناس جوينت في أو عن طريق ميت وذ جوجل أو جوجل ميت، زي التسجيل الآن. إحنا الآن في نفس، فطبعا لو في أعداد حيكونوا موجودين، يعني موجود صورتين هنا، صورة مدير عام شمس إيجيبت للتدريب، وطبعا هنا المحاضر أو الانستراكتور أو ذا تيتشر اوف ار ار وركشوب. طبعا اسم الوركشوب ار ار هو عبارة عن ريفيجريتر روم. داخل الريفيجريتر روم في 4 أحجام ريفيجريتر، هيكون لها أرقام، RXI حتى RR تصير RXI 5، فR كلها رقمها R، يعني RXI 5، يعني زي كأننا نحن بنتكلم عن الوحدة. فعندنا ريفجريتر روم وعندنا RXI 5 4 داخل الريفجريتر روم. حجم الـ RR أو الفلور بلان ولا الفوتبرنت هي 5 متر في 4 متر في ارتفاع مترين، لكن الفاليوم اللي هي دائما الثلاجات بالفاليوم بالقدم المكعب حيصير 5 في 8 ب 40، صح؟ صح، 5 في 8 ب 40 في 2 80، في عشان نحول لقدم مكعب الآن متر مكعب نضرب في 30، لأن المتر 3.28 في 3.28 في 3.28 تقريبا 30 وزيادة، فنضرب في 30 صارت كم؟ كم قدم؟ 2400. الآر آر كم قدم؟ 2400. أوكي، طبعا نجي للآر آر، الآر إكس آي 5 وحدة، يعني نعتبر نحن زي الكتالوج، في منا 4. المقاس حقها الفوت برنت 2 متر في 1.5 بكم؟ 3 ضرب 2 6 ضرب 30 180، يعني الأربعة ار ار اي كم؟ الأربعة ار اكس اي 5 نضرب في 4
يعني 720 تقريبا، صح؟ تمام. من اصل كم هناك عندنا؟ 2400. ماشي. طبعا هذه الحسابات عشان التكلفة، يعني زي ما نقول في السوق ثلاجة 16 قدم، مو ثلاجة 24 قدم، صح؟ أستاذ أحمد مظبوط. وكمان عشان السوق اللي موجود الثلاجات، اللي هو طبعا الأستاذ أحمد خبير فيه، هو أكبر سوق في العالم الثلاجات اللي في جدة ومكة والمدينة المنورة، طبعا لتخزين أكثر شيء التمر والماء، التمر واللحمة. اللحم. واللحم. طبعا هنا يجي حكاية إنه يعني أكثر تمر موجود في المدينة المنورة في القصيم، في أيام رمضان وفي القصيم وكذا، بس يتوزع في مكة وجدة. حتى حقين القصيم يجيبوا مكة وجدة، يعني هم ما يستهلكوه زي مكة وجدة والمدينة، وقلنا في شهر رمضان والحج وزي كده. ف نحن ما نريد نطول، نبغى نتكلم عن الورك شوب. فنحن قلنا في جدول الأحد، طبعا الأستاذ أحمد يعني مستعد إنه يدي مثلا يمكن 3 ساعات يوم الأحد وثلاث ساعات يوم الثلاثاء، يعني كأنه 6 ساعات في الأسبوع. في أي تعليق؟ لا. طبعا التسجيل في الكورس عن طريق الفريلانس، نرجع نتكلم. عندنا طبعا هنا ستارت نيو بورد، على كيفية الوركشوب، فهنا حيصير ستارت نيو بورد، allow anyone with the link to view. اللينك ايش؟ اللي هو اللينك انه دخل معانا، اللي هو نحن الاثنين، في اثنين دخلوا، اللي هو الأستاذ سراج والمهندس شريف. فنقول continue. الآن أنتوا تقدروا تدخلوا أو تشوفوا الوايت بورد، تحول على الوايت بورد تقدر. فإيش شايفين؟ شايفين حولتوا على الوايت بورد؟ نعم أستاذ سراج. أحاول. طب أنا أختبركم الآن، أنا رسمت شكل. ما ظهر عندي لسه. ظهر؟ إيه ظهر. إي. طيب الآن عندي، الآن أنا عندي نقطة كده ليزر جوة الشكل. فتقولوا لي الليزر جوة ولا برا؟ الآن، الآن الليزر برا الشكل ولا جوا الشكل؟ مو ظاهر عندي، مالي شايفه. ما تشوف الليزر؟ طيب ماشي. الآن بدي أرسم دائرة، دائرة تقول لي جوا الشكل ولا برا الشكل؟ برات الشكل. انا البورد اللي عم شوفه قديم، معناته هذا البورد القديم لا يجي له تحديث. لي جاء له تحديث، في ديلي بس. نعم في ديلي يا استاذ احمد، في ديلي. ايش ديلي؟ لان انا سويت واحد ثاني بورد، كانه القديم وقف يعني. ايوه ايوه. طيب اطلع منه يعني هذا؟ ايوه اطلع من القديم. ايوه افتحه. المهم ريموف خلاص. اوكي ريموف. طيب ماشي.
هل تشوفوا انتم كل الاشياء اللي بسويها ولا بس في الوايت بورد؟ يعني انا مثلا بتجول ما تشوفوا. هنا يقول لك طيب انا اسمحوا لي اروح للباوربوينت. انا ما عندي وايت بورد، ما عم بطل. ها ما عندك؟ طيب مين مشكلة. الان كونتينيو شير انيون. هلا ما هي مشكلة، لأنه خلاص المهندس شريف هو المسؤول إنه يفتح القاعة أو الكلاس أو الغرفة للوركشوب، وطبعا أنت تكون معاه موجود والطلبة موجودين أو اللي أخذ الوركشوب. الوايت بورد المهم فيها طبعا فيها ترسم، فيها تكست، فيقدر واحد يبغى يسأل سؤال أو كذا لما تسمح له فيشغل ال. انت الحين شايف التكست مهندس شريف؟ نعم. شايف الوايت بورد؟ لا انا نقلت على ال على الميت. طيب هنقول على الوايت بورد. فتقدر تختار تكست، انا اللي بختار. فلو كنت انت اللي بتدير الميتنج حتختار تكست او سمحت. فانت في الوايت بورد تقدر تكتب تكست سؤالك مثلا. الو؟ ايوه تقدر انت تكتب على الوايت بورد ولا لا؟ لا ما اقدر. ما تقدر. اذا انا انت لما تسمع سؤال تكتبه على الوايت بورد. السؤال كان بالعربي بالهذا تكتبه بالانجليزي على الوايت بورد، اوكي؟ ماشي؟ طبعا في حل انك انت تروح تكتبه في الباوربوينت. يعني انا اقدر نفتح في الباوربوينت ونكتب. في تكنيك وفي اشياء ان شاء الله تكونوا جاهزين انكم انتم تبداوا الكورس مع الناس. طبعا على امل انه يبدا الكورس ان شاء الله يكون جاهز في اول اسبوع من سبتمبر. ايه رايكم؟ طبعا في معلومات هامه جدا واستثمارات هامه، يعني ممكن واحد يستثمر في المشروع ده، مشروع الثلاجات في مكة وجدة والمدينة، ويكون عائد الاستثمار في السنة يتعدى 10 أضعاف. يعني لو استثمر ب1000 ريال يكون عنده عائد ب10,000 كريدت موجودة، ولها حساباتها وحنعرف طريقة حساباتها في الوركشوب. طبعا من العوائد حقت ما يسمى الترانزاكشن حق الإيجار والترانزاكشن حق مبيعات الثلاجة، وتكلمنا كمان إنه هيكون الرنت حق الثلاجة أسبوعي والمدة 40 أسبوع والحسابات وكذا. وفي نفس الوقت مبيعات الثلاجة يعني الأسبوع يحسب 5 أيام فقط، يعني يوم الجمعة هتفتح الثلاجة كأنها بتدي تفتح أبوابها، بيجوا الناس لكل آر إكس آي 5 تكون هو متعهدها أو مالكها ومستأجرها، سواء 4 أسابيع 10 أسابيع، ممكن يكون الإيجار أقل شيء 10 أسابيع، ما في إيجار أقل من 10 أسابيع. وسعر الأسبوع تقريبا اتكلمنا فيه، يعني مثلا لو على مكة وجدة يكون 250
ار اكس اي 5 في 4 ب 1000 ريال. طيب اليوم في 5 ب 5000، لكن في ايجار للار ار ماشي هيكون ممكن يكون طبعا الار ار بيخدم من الاوبريشن يعني الشركة اللي بتاخذ الاوبريشن او الناس اللي بياخذوا الاوبريشن متأجر لهم المكان لانه في محاسبة وفي كذا وفي كذا، فالار ار هذا برضو كريدت يعني هم جالسين 40 اسبوع او 50 اسبوع طول السنة، فالخمسين اسبوع عادي مثلا اسبوع يكون بألف او بخمسين الف يعني كأنه مكتب مستأجرين مقابل الفواتير الكهرباء و يعني في الاخير الايجارات تسد كل شيء يعني انت لك ولد صالح ف طبعا في خروج البضاعة دخولها مش مهم تتقيد القائمة بس الأشياء اللي دخل مثلا لو كانت للسمك كم كيلو سمك دخل في XI5 طبعا لها رقم متسلسل مثلا والآر آر لها رقم فيشمل رقم الآر آر ورقم الآر وما في رقم يتكرر، فهنا يصير طبعا نظام نقول شبكة بين كل الثلاجات شبكة معلومات، فاللي موجودين في الغرفة اللي هي الار ار ممكن يكونوا 24 ساعة على أساس أي شيء يدخل ممكن في أي وقت 24 ساعة، بس هي الخروج المبيعات فيتسجل اللي يدخل القائمة ولما تخرج الأشياء تتسجل، مثلا لو قلنا سمك الكيلو السمك بكم مثلا بكم بأربعين ريال ولا كذا وخرجت مئة كيلو يعني 4000 فيسجلها زي كأنه اللي موجودين في الحراج اللي يسموه في السوق الحلقة ولا المرأة ولا في البنجلة ولا كذا فيسجل كم خرج لأنه خارج للبيع، فخارج للبيع تسجل مثلا 4000 فيكون في 4% أو 5% يعني تتقدر 4% من 4000 160 ريال، بس هذه 160 ريال كل أسبوع في 40، فهذا تقول اللي دفع